الخامس الابتدائي، الترم الثاني، الإخراج في الإنسان. هنشوف مع بعض مكونات جهاز الإخراج. هو مجموعة من الأعضاء التي تخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن هدم المواد الغذائية داخل الخلايا، وتقوم خلايا الجسم بالحصول على الطاقة من احتراق الغذاء الممتص في وجود الأكسجين، وينتج عن ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. تنتج خلايا الجسم أيضا الفضلات النيتروجينية. طب الفضلات النيتروجينية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن البولينة وحمض البوليك، عندما تقوم بتكسير البروتينات التي يستخدمها الجسم في النمو وتعويض الخلايا التالفة، وينتج أيضا بعض الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم. وهذه المواد التي تنتجها خلايا الجسم تسمى مواد إخراجية. يبقى أنا عندي بيتم إخراج فضلات نيتروجينية وكمان أملاح زائدة زائد ثاني أكسيد الكربون. الجهاز الإخراجي بيتكون من إيه؟ بيتكون من الجلد، الكبد، الرئتان، والكليتان. المواد الإخراجية التي تنتجها خلايا الجسم عن الفضلات الصلبة اللي هو البراز. فالفضلات الصلبة هي أجزاء من الطعام لم يستطع الجهاز الهضمي هضمها ليتم امتصاصها، ولذلك تختزن في الأمعاء حتى يطردها الجسم إلى الخارج، وبذلك لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية. يبقى أنا عندي المواد الإخراجية بتاعتي اللي بتنتجها خلايا الجسم هي عبارة عن مواد إيه؟ صلبة. كيف يتخلص الجسم من المواد الإخراجية؟ زي ما احنا شايفين هنا مع بعض، بيحمل الدم فضلات الخلايا إلى أعضاء الجسم التي تتخلص من هذه الفضلات، فيطرد ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء إلى الخارج عن طريق الرئتين، طبعا في هواء الزفير، وبيتخلص الجسم من الأملاح الزائدة عن حاجته مع العرق عن طريق الجلد. أما المواد الإخراجية النيتروجينية مثل البولينة وحمض البوليك فيطردها الجهاز البولي إلى الخارج للتخلص منها مع البول حتى لا تسبب أضرار للجسم. طيب الجهاز البولي والتخلص من المواد الإخراجية من الدم. الجهاز البولي في الإنسان هو المسؤول عن التخلص من المواد الإخراجية النيتروجينية اللي هي قلنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن البولينة وحمض البوليك. طيب بيتكون الجهاز البولي من واحد الكليتين، والكلية زي ما احنا شايفين مع بعض هنا تشبه حبة الفاصوليا في الشكل، فهي محدبة من الخارج ومقعرة من الداخل. والكليتين هما العضوان الأساسيان بالجهاز البولي. طيب وظيفتهم إيه؟ إزالة المواد النيتروجينية من الدم، حيث تحتوي كل كلية على حوالي مليون أنبوبة دقيقة تستخلص المواد الإخراجية لتخلص الدم منها وتطردها في صورة بول. يبقى لما يقول لي العضوان الأساسيان بالجهاز البولي نقط، هنكتب الكليتين. لما يجي يقول لي ما هو العضو المسؤول عن إخراج المواد النيتروجينية وإزالتها من الدم، هي الكليتين. طيب تعالوا كده نشوف مع بعضينا. بيتكون الجهاز البولي أيضا من الحالبين، والحالب هو عبارة عن أنبوبة، ويقوم كل حالب بنقل البول من الكلية إلى المثانة البولية. طب يا ترى إيه هي المثانة البولية؟ اللي هي تشبه البالونة، شبه البالونة، وفيها بيتم اختزان البول حتى يتم تفريجه خارج الجسم. يبقى أنا عندي أول مكون في الجهاز البولي كان الكليتين، تاني حاجة الحالبين، تالت حاجة المثانة البولية. طيب الحالبين قلنا عبارة عن إيه؟ عن أنبوبة بتنقل البول من الكلية للمثانة البولية. طيب المثانة البولية هي تشبه البالون،
وظيفتها ايه؟ بيتم اختزان البول بداخلها حتى يتم طرده خارج الايه؟ الجسم. طيب كيف تقوم الكلية بوظيفتها في تنقية الدم من الفضلات؟ بيقول لي هنا ان بيدخل الدم المحتوي على المواد الإخراجية إلى كل كلية عن طريق شريان، ويتفرع الشريان داخل كل كلية إلى فروع أصغر فأصغر حتى يكون شعيرات دموية، وتمر المواد الإخراجية من الدم خلال الجدران الرقيقة للشعيرات الدموية إلى أنابيب دقيقة موجودة بالكلية، وتكون المواد النيتروجينية وبعض الأملاح والماء الزائد التي دخلت الأنابيب الدقيقة سائلا يسمى البول. طيب بينتقل البول من كل كلية عن طريق الحالب إلى عضو يشبه الكيس، قلنا ده يسمى إيه؟ المثانة البولية، ويختزن بها البول حتى تمتلئ فتشعر بالرغبة في التبول، وفي هذه الأثناء يخرج الدم النقي من الكليتين ليعود مرة أخرى إلى الدورة الدموية والقلب عن طريق إيه؟ وريد، ويدفع القلب الدم النقي إلى جميع أجزاء الجسم. كيف تقوم الخلية بوظيفتها في تنقية الدم من الفضلات؟ التخلص من الأملاح الزائدة. بيتخلص الجسم من الأملاح الزائدة وبعض المواد الإخراجية الأخرى عن طريق العرق الذي يخرج من خلال غدد خاصة في جلد الإنسان تسمى الغدد العرقية، ويصل إلى سطح الجلد عن طريق المسام، وهي ثقوب يمكن رؤيتها بواسطة عدسة مكبرة. كيف تحافظ على صحة الجهاز الإخراجي؟ لتحافظ على كليتيك كي تعمل بصورة جيدة عليك اتباع النصائح التالية: 1- شرب الماء بكميات كافية. 2- تناول وجبات غذائية متوازنة. 3- تقلل من تناول الطعام الذي يحتوي على الكثير من الملح والبهارات. ولتحافظ على صحة مثانتك البولية يجب عليك أن تتجنب أسباب الإصابة ببعض الأمراض مثل البلهارسيا التي قد تسبب تدمير الشعيرات الدموية بالمثانة البولية. ولتحافظ على جلدك سليما في حالة صحية جيدة عليك أن تحافظ على نظافة جلدك بالغسيل والاستحمام يوميا. ملحوظة: يتركب البول من 98% ماء و 2% مواد أخرى اللي هي عبارة عن بولينا وحمض البوليك والأملاح. طيب الشريان الكلوي ينقل الدم الغير نقي من خلايا الجسم إلى الكليتين لتنقيته. طيب الوريد الكلوي ينقل الدم النقي من الكليتين إلى القلب في نفس الوقت. يبقى أنا أفرق ما بين الشريان الكلوي والوريد الكلوي. الشريان هينقل دم غير نقي، أما الوريد ينقل الدم النقي. تعالوا نحل مع بعض الأسئلة دي. علل لما يأتي. الجلد من أعضاء الإخراج. ليه بقول على الجلد عضو من أعضاء الإخراج؟ لأنه يخرج العرق والأملاح، دي الوظيفة بتاعته. طيب لما يجي يقول لي تاني علل إذا تلفت الكليتان فإن الشخص يتعرض للموت. طيب هو هيتعرض للموت ليه؟ لأن الجسم مش هيقدر يتخلص من إيه؟ من المواد الإخراجية اللي هو مسؤول عنها الكليتين، مسؤول عن إخراج إيه؟ البولينة. فبالتالي هيتراكم البولينة داخل جسم الايه؟ الانسان. 3- للعرق مذاق مالح لاحتوائه على الاملاح، لان احنا قلنا العرق بيخرج فيه الماء الزائد عن حاجة الجسم زائد الاملاح الزائدة. طيب علل السؤال الرابع: جدر الشعيرات الدموية رقيقة. احنا عارفين إن الشعيرات الدموية بتاعتي لازم الجدار بتاعها يكون رقيق ليتم تبادل الغازات من خلالها. طيب 5- علل وجود صمامات داخل القلب. أنا عارف إن ما بين البطين والأذين يوجد صمامات، طب فايدتها إيه؟ قال لي بتم علل رجوع الدم مرة أخرى، يعني ما ينفعش إن الدم يرجع مرة تانية من
الأذين ويرجع للبطين مرة ثانية.